السلام عليكم ورحمة الله. جمهورنا الرياضي الكريم أينما كنتم، مرحبا بكم معنا في هذه الجولة الرياضية نقدمها لكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية. بداية، كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم أن رئيس الفاف شرف الدين عمارة عين السيد محمد مشرارة كمستشار له. وجاء في بيان الاتحادية عبر موقعها على الانترنت أن محمد مشرارة سيباشر مهامه فورا. وسبق لمشرارة أن عين كمستشار للرئيس السابق للفاف سنة 2017، واشتغل أيضا كرئيس للرابطة الوطنية لكرة القدم. تواصل سيدات المنتخب الوطني لكرة القدم تربصهن بالمركز الفني الوطني بي سي دي موسى استعدادا للاستحقاقات القادمة. سيدات الخضر التي يتواجدن بالمركز منذ 29 من شهر أفريل المنصرم يواصلن تحضيراتهن ب 28 لاعبة تحت قيادة الناخبة الوطنية راضية فرتول، التي مزجت بين الشابات لأقل من 23 سنة وبعض المخضرمات. هذا وأكدت راضية فرتول أنها تواصل البحث عن التوليفة المناسبة التي ستدخل بها غمار المنافسات المقبلة. مرحبا بكم، عندنا كأس العرب اللي حيكون إن شاء الله في أواخر شهر أوت، وكذلك تصفيات كأس أفريقيا إن شاء الله. أنا في انتظار طبعا صديق لاكاف يعني واش راح تمد لنا يعني لي دات تاريخ الدور الاول والثاني ان شاء الله. التحضير نظن يعني المتربص كان نقدر نقولوا يعني ناجح بين 80 حتى 90% يعني من كل جوانب. لاعبات يعني كانوا عملوا مجهودات كبيره، مشكورات على المجهودات الجباره اللي قاموا بها في التربص خاصه في شهر رمضان. وحتى الان يعني بدينا كما قلت لكم في التحضير يعني الخاص للمنافسات الدوليه. التربص حنا نقولوا الحصيله ايجابيه، تربص ناجح يعني من كل النواحي، وان شاء الله راح يكون لنا تربصات اخرى ان شاء الله في بعد ان شاء الله ما نتركوا اللاعبات يروحوا ينشطوا في النوادي تاعهم يلعبوا مرحله نهائيه تاع البلاي اوف. راح يلعبوا 5 مقابلات، وهذا الشيء راح يفيد كثير المنتخب الوطني من ناحيه الريتم خاصه. وان شاء الله بالتوفيق للجميع، وان شاء الله نعطيهم موعد بعد هذه المرحله النهائيه ان شاء الله. التربص اللي رانا فيه الحمد لله من ناحيه اللاعبات، وان شاء الله التحضيرات لوبجيكتيف تاعنا ان شاء الله تاع كاس امم افريقيا ان شاء الله نروحوا مع النهائيات ان شاء الله، وان شاء الله نديروا حاجه. وثاني رانا نحضروا كاس العرب. انا دوك انا في اون سيمين هكذاك ملي حنا رانا اون ستاج. الحمد لله رانا كيما يقولوا تربص هدايا ويجوز في احسن الاحوال. مهما يكون يعني المنافس اللي راح يكون لينا، حنا رانا ان شاء الله حنكون على اتم يعني الاستعداد واتم يعني نكملوا في التحضيرات تاعنا. وحنا نتمناو ان شاء الله يعني راح تكون يعني تاهل واحد اخر. لي زوبجيكتيف تاعنا هنا في ليكيب ناسيونال ا سي كو نوصلوا لاكان تصفيات كاس افريقيا، نوصلوا للنهائيات ان شاء الله على شلاله، وان شاء الله نبريباريو لا كوب دارب في اوت ان شاء الله. وبالنسبه للاهداف الشخصيه ان شاء الله الاحتراف على شلاله. إذا بالتوفيق لسيدة الخضر. في مباراة مقدمة عن الجولة 21 تستقبل شبيبة القبائل فريق مولودية وهران في مباراة ينتظر أن تحمل الكثير من المتعة داخل المستطيل الأخضر، كون الفريقين يقدمان أفضل العروض هذا الموسم. وليد فرحاني والتفاصيل. منتشيا بالتأهل للدور الربع النهائي من مسابقة كأس الرابطة، يستضيف شبيبة القبائل ضيفه مولودية وهران الذي حسم هو الآخر التأهل ذات الدور من منافسة كأس الرابطة في مباراة مقدمة لحساب الجولة 21 من البطولة.
الشبيبة التي ينتظرها موعد مرتقب يتمثل في لقاء ذهاب ربع النهائي من منافسة كأس الاتحاد الإفريقي أمام النادي صفاقس التونسي، يطمح لتحقيق فوز سيكون في بالغ الأهمية، كيف لا وقد يقفز بالكناري من المركز الخامس إلى الثالث ويرفع من معنوية أسود جرجرة قبل الصدام القاري بتونس، معتمدا على فلسفة مدربه وهجومه الذي أحرز 8 أهداف خلال 3 مباريات متتالية. في الضفة المقابلة تبدو المولودية الوهرانية في أحسن أحوالها بعد أن حققت الفوز على سريع غليزام وأزاحته من منافسة كأس الرابطة، ناهيك عن تجاوز عقبة نصر حسين داي في آخر جولات البطولة بالفوز عليها 3 أهداف مقابل 2. وهذا ما سيعطي دافعا كبيرا لأشبال المدرب خيردين مضوي للعودة بالزاد كاملا من مسرح أول نوفمبر بتيزي وزو للانفراد بالصف الثالث وإسعاد جماهير الحمراوة. فمن سيحسم قمة البوديوم وينصب نفسه في المركز الثالث ليكبر الطموح ومعه يرتفع سقف الأمان والتطلعات. بعد خروجه من كأس الرابطة على يد وداد تلمسان يكون بذلك وفاق سطيف قد ضيق على نفسه أكثر مكتفيا باللعب على البطولة فقط. طارق بوفليح يستعرض لنا تفاصيل وفاق سطيف في سياق التقرير التالي. بيت الوفاق ليس على ما يرام، هكذا يعلق المناصر سطيفي هذه الأيام على حالة فريقه الذي تتوالى فيه الخيبات، فبعد أن أعلنت الإدارة بصراحة تواجدها في وضعية مالية خانقة وغير مريح موجهة نداء استغاثة لضمان تسيير ما تبقى من الموسم الكروي، انعكست الأمور على الجانب الفني، إقصاء من كأس الاتحاد الإفريقي الذي كان الذهاب فيه بعيدا أحد أهداف المسطرة، خروج عكس التوقعات لفريق سيطر على الدوري المحلي رغم كثافة المنافسة ليخرج بطلا للمرحلة الأولى برصيد 42 نقطة، غير أن عواقب توالي المباريات أحدثت اهتزازا آخر بإقصاء الفريق من منافسة كأس الرابطة، وهو ما أرجعه الطاقم الفني للفريق بقيادة نبيل الكوكي إلى إرهاق لاعبيها. احنا في ريتم غير معقول، معنا كل ثلاثة أيام مقابلة مع قلة الإفكتيف، دونك شفنا اللي الولاد معناها تعبانين، اليوم تعبانين، أوني فاتيغي ما ننساوش نربحوا، مبروك بداية التلمسان، وإن شاء الله نحن نركزوا على الشامبيونا اللي هي بالنسبة لنا باش ترجع الوفاق أولا التتويج، إن شاء الله معنا نركزوا على الشامبيونا وباش الوفاق العام الجاي نلقاو إن شاء الله في الشامبيونز ليغ إن شاء الله. مرحلة ثانية يعتزم فيها لاعب الوفاق تعويض أنصارهم بلقب البطولة بعد ضياع اللقبين، عزاؤهم فيها التفرغ الكلي والاستفادة من اللاعبين الجدد. اللاعب مازال كان كل أقل لاعب كان عنده مرتاح شهرين ونص، بس كون بعد 2 أسابيع معناها يجي نجم يلعب ماتش، ما يجي ما يصيرش معناها، دونك مع رمضان ما يصيرش، دونك ما نبداوش معناها ثم حاجات امور علميه معناها، دونك لاعبين كيما باللبن معناها تقريبا قبل ما يجينا كان مرتاح شهرين ونص، كيف تجابوا كيف، دونك كيف زيتي اللي ما كانش كومبيتيتيف، دونك لازمهم وقت ولازم نعطيو شويه طون جو بشويه، دونك سي با ماهوش هذا اللي باش يغير الامور، كل كيما قلت لك نحن المجموعه الكل، دونك عانيت تعرف انت توا عندنا تقريبا شهرين نلعبوا في ريتم انفرنال تقريبا بريسك مع لي فواج مع كل شيء، ولكن خلينا في 5 ماتشات الاخرين هذوما 5 ماتش في 15 كل 3 جور نلعبوا ماتش، بيان سور فاتيغ، ليكيب الادفيرس كانت مرتاحه، بيان سور ظاهره يعني حتى في الملعب انتعاشه بدنيه اخير منا. بين البحث عن مواصلة المشوار في أفضل الأحوال والوضع المالي المتأزم، سيكون على إدارة الوفاق البحث عن أفضل الظروف لتسيير ما تبقى من البطولة في الهدوء المرجو لفريق فنيا مؤهل للتنافس بقوة على لقب الدوري المحلي. والآن جولة لأهم أخبار المحترفين مع الزميلة سهيلة معوش. عرفت مختلف الدوريات الأوروبية تألق دوليين مع أنديتهم جعلتهم محل إشادة نظيرة للمردود الذي ظهروا به، المستهل من الدوري الفرنسي الذي بصم فيه الدولي الجزائري زندين فرحات على موسم استثنائي ونصب نفسه كأحسن لاعب في فريقه، وفي المباراة التي جمعتهم بمات أبان اللاعب السابق لاتحاد العاصمة عن إمكانيته الكبيرة من خلال تحركاته وتغطيته لمركزه فضلا عن تسجيله للأهداف آخرها في شباك الحارس الدولي الجزائري لنادي مات ألكسندرو كيجا، لتختاره مجلة فرانس فوتبول الفرنسية ضمن التشكيلة المثالية للأسبوع 36 من الليغ 1.
هشام بوداوي هو الآخر واصل عروضه القوية بعد أن استعاد إمكانياته واقترب من إنهاء موسمه بطريقة رائعة نظير تألقه اللافت في اللقاء الذي جمعهم ببريست بعد توقيعه لهدف التعادل من خلال عرضية من أليكسيس كلود موريس، مما سمح له التعديل عند الدقيقة 61 رافعا غلته من الأهداف في الموسم إلى 3. من جانبه استعاد يوسف عطال عافيته وشارك أساسيا قبل أن يترك مكانه لزميله خيفيران تورام في الدقيقة 56. الحديث عن تألق دوليين في الدور الفرنسي يقودنا للحديث عن أندي ديلور الذي وقع على هدف جديد ساهم به في عودة فريقه من ستراسبورغ بالنقاط 3 عقب الفوز بثلاثة أهداف لهدفين أمام الفريق الألزاسي، وكان له نصيب بعد أن نجح في خداع حارس مرمى ستراسبورغ بتسديدة سمحت له بتسجيل هدفه 14 هذا الموسم. الدولي الجزائري الآخر فريد الملالي لم يفوت فرصة مشاركته أساسيا مع فريقه أفسي أونجي وقدم مردودا جيدا فضلا عن مساهمته في فوزه على حساب ديجون بثلاثية نظيفة، واستغل خريج أتلتيك بارادو ثغرات المنافس في خطه الخلفي وتمكن من تسجيل هدفه الأول هذا الموسم في 15 مباراة ليضع فريقه في المركز 12 بعد جولتين من نهاية الموسم. في الكالتشيو بصم الدولي الجزائري الناشط في صفوف ميلون الإيطالي إسماعيل بن ناصر على أحد أفضل عروضه هذا الموسم في المباراة التي شارك فيها أساسياً لطيلة أطوارها وحسم النقاط 3 لصالحه أمام جوفنتوس عقب الفوز عليه بثلاثية بيضاء على أرضية أليانز ستاديوم. أظهر فيها لاعب الخضر موهبته وذكاءه التكتيكي في تغطية مركزه مساهماً وبشكل كبير في فوز فريقه، يظهر أنه قطعة أساسية في تشكيلة ستيفانو بيولي. الدولي الجزائري مهدي زفان حقق الصعود رفقة فريقه سمارة إلى الدرجة الأولى من الدوري الروسي بعد إنهاء الموسم في الصدارة بفوزهم الساحق على ريسوندار بسداسية، وقدم المدافع السابق لنادي ران الفرنسي 5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة في الدوري، وقدم مباراة في المستوى ما قد يدفع بمدربه للاعتماد عليه في اللقاء المقبل الذي بلوكوموتيف موسكو يوم الأربعاء في نهائي كأس روسيا. ختاما وبالعودة إلى المنافسة بعد اختتام دور نجوم قطر، ظهر الدولي الجزائري بغداد بنجاح بمستوى جيد في اللقاء الذي قاد فيه فريقه والسد القطري إلى فوز بثلاثية كاملة أهلهم إلى نهائي كأس الأمير، وكان لابن الباهية وهران نصيب في ذلك وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 56 عندما تلقى تمريرة في منطقة الجزاء نجح في إسكانها شباك محمود أبو ندى بتسديدة قوية سمحت لهم بتقليص الفارق. تواصل عناصر النخبة الوطنية للملاكمة تحضيراتها بالمعسكر المغلق الذي يجريه بأوزبكستان منذ بداية شهر مايو ويدوم إلى غاية 21 من نفس الشهر. التربص يدخل في إطار استعدادات المنتخب الخاصة للألعاب الأولمبية المقررة بطوكيو الذي تعتبر فرصة مثالية للاحتكاك مع المستوى العالي. هذا ويبرمج الطاقم الفني حصتين تدريبيتين، الأولى قبل الإفطار رفقة المجموعة والثانية بعد الإفطار مخصصة للعمل الفردي والتكتيكي. نفس الشيء بالنسبة للمنتخب الوطني للزوارق الشراعية، حيث تواصل العناصر الوطنية تحضيراتها بالمدرسة الوطنية للرياضات المائية وتحت الماء استعدادا للألعاب الأولمبية بطوكيو، وشهد التربص مشاركة كل من الرياضيين المتأهلين حمزة بوراس وأمينة بالريشي في انتظار فتح المجال الجوي للسماح للعناصر الوطنية للمشاركة في تربصات تقام بالخارج. فتح الملحق الأولمبي للمركب الأولمبي محمد بوضياف أمام الرياضيين من جديد بعد غلقه لمدة 4 سنوات، عرف خلالها عملية ترميم وتجديد لهياكله. التغطية للزميل مختار مذكور والتقرير للزميل طارق بوفلح. ألعاب القوى الجزائرية تسترجع مهدها والحضن الشاهد على تألق أسماء عديدة فيها. الملعب الملحق لألعاب القوى بالمركب الأولمبي محمد بوضياف يعود ليفتتح أبوابه من جديد بعد أن أجبر على الغلق لمدة قاربت 4 سنوات.
بسبب التدهور الذي مس هياكله يعود اليوم وهو في أفضل حلة مستعيدا عافيته ليحتضن لدى افتتاحه أولى المنافسات إذانا بعودة الروح إليه من جديد، وهو الأمر الذي خلف ارتياحا كثيرا لدى عائلة ألعاب القوى. سعيد جدا بإعادة افتتاح ملعب ألعاب القوى اللي كان غلق لمدة 4 سنوات، وكانوا يعني رياضيين كانوا سفره وشويه يعني بما انه الملعب الاخر اللي يعني وين كان يعني سيركيلاسيون انكومبرمون كبير يعني باش يلحقوا. الحمد لله يعني بعد 4 سنوات نظن انه كل الرياضيين فرحانين بإعادة افتتاح هذا الملعب. دونك اليوم راني فرحانه بزاف يعني بإعادة فتح ملعب ساتو، هذا المضمار ألعاب القوى اللي عرف نتائج كبيرة تاع أبطال كبيرة جزائرية عرفتها رياضة ألعاب القوى. دونك كما راكم تشوفوا هذه السهرة الرمضانية الرائعة اللي لمت كثير من العائلات الجزائرية في سهرة رياضية منافسة عودة المنافسة لأبطالنا. افتتاح ملعب الساتو كان بإجراء سهرة النخبة لألعاب القوى، وهي أول منافسة رسمية والتي شهدت مشاركة العديد من العداءات والعدائين البارزين في صفوف النخبة، على غرار البطل محمد الطاهر تريكي الذي اقترب من تحقيق الحد الأدنى في سباق الوثب العالية. فرحانين بزاف اليوم لافتتاح الملعب ساتو اللي يعني 4 سنوات هذوما اللي فاتوا دوزنا يعني أوقات صعبة، وإن شاء الله منا وروح نقدروا نخدموا في يعني دو بون كونديسيون. يعطيك الصحة. بعد أن تساءل الكثيرون عن موعد عودة الحياة إلى منبع وخزان مواهب الرياضة الجزائرية ورغم التأخر الحاصل، غير أن الموعد حان وهو ما أراح عائلة ألعاب القوى. نظمت رابطة الجزائر لكرة الطائرة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة دورة ودية للاعبين القدامى تخليدا لذكرى مجازر 8 ماي 1945. التقرير لنسر شبوط والتغطية لليندا طبول. إحياء لذكرى 76 لمجازر 8 ماي 1945 900 ألف، نظمت رابطة الجزائر لكرة الطائرة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة دورة ودية بين اللاعبين القدامى لكرة الطائرة بقاعة متعددة الرياضات بحضرة. رابطة الجزائر العاصمة مع مدير الشباب ورياضة الجزائر العاصمة نظمت دورة مفتوحة للكهول وللاعبي القدامى داخلة في 76 انيفرسير تاع مساكر تاع المجازر تاع 845. يعني في هذا البابيرو تاع الكونفينمون لقينا يعني الوباء دينا تجمع تاع اللاعبين القدامى باش يتلاقاو في يعني سهرة رمضان. دورة كانت مناسبة لالتقاء اللاعبين القدامى حيث برمجت مواجهة بينهم، فرغم التقدم في السن إلا أنهم لا زالوا يمتلكون مهارات عالية. نشكر لا ليغ دالجي اي لا دي جي اس دالجي على تنظيم هذه الدورة الرمضانية خصوصا بال كما نقولوا احنا 8 ماي المجازر هادو، ويشرفنا بحضورنا اليوم لهذا التجمع. وفي النهاية تم تتويج وتكريم الفريق الفائز بجوائز رمزية لتكون الدورة فرصة للاعبين السابقين الذين سبقوا وتقمصوا الألوان الوطنية للعودة للنشاط الرياضي. وفي بشار افتتحت السلطات المحلية مدارس الرياضة لاستقبال الأطفال واكتشاف المواهب الشابة. فاطمة الزهراء بن فرج بعثت بالتقرير التالي. فعاليات المدارس الرياضية تجربة رائدة لممارسة الرياضة بالمدارس الابتدائية بولاية أدرار، وذلك بهدف ترقية هذا النوع من الرياضات في الجنوب. رانا نديرو هنايا لعب ونديرو مسابقة. لعب ومسابقة ونديرو منافسة. لدينا 10 ابتدائيات نموذجية اختيرت عبر بلديات ودوائر ولاية أدرار، 10 من الوزارات المشتركة، وزارة التربية الوطنية
ووزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم والبحث التعليم العالي والبحث العلمي. المبادرة احنا تمنوها على كل حال لأنه كانت عندها نتائج في سنوات مضت، واليوم الحمد لله النتائج إن شاء الله راح نجنوها ربما في المستقبل القريب، ولما لا راح تكون فيه استمرارية للشيء حتى عليها، ولازم تكون استمرارية من أجل المستقبل الواعد لهذا الشباب إن شاء الله. هذه المؤسسات ندعمها بعتاد رياضي، وقد دعمنا كبداية بثلاث مجموعات تعليمية تسمى الكيدز، وهذا الذي ترونه التلاميذ يلعبون ويتمرنون ويتدربون عليه. المدارس الرياضية ستخضع لتأطير خاص في انتظار تعميم التجربة على الأطوار التعليمية الأخرى بولاية أدرار. الكرة الحديدية وجهة الكثير من الهواة وعشاق هذه اللعبة للترفيه في السهرة الرمضانية، والتي أصبحت تجلب اهتمام مختلف الفئات العمرية. مراسلة للزميل بوبكر جعدود. فضاءات الترفيه والتسلية كل وجهته في السهرة الرمضانية. الكرة الحديدية الوجهة المفضلة للكثير بعد صلاة التراويح وتأدية الفرائض الدينية. ملعب الحي الشعبي بالدبدابة وجهة الكثير من هواة هذه اللعبة. خصصنا واحد الدورات رمضانية لأنها الوجهة الوحيدة لهذه الفئة اللي راكم تشوفوها فيها العمرية، كان الكبير كان الصغير كان الشيخ كان الصغير كاع جدا. الناس كاع راه احنا في هذه السهرات الرمضانية هي اللي راه احنا نديفولوا فيها ونخرجوا فيها طاقتنا. نمشي نصلي ان شاء الله يكملوا الصلاة ان شاء الله، راه يتلاقاو هنا ومجمع كبير الحمد لله، راه يجوا حتى المتفرجين وكل الطبقات الحمد لله. راح نشوفوا هنا اطباء راه يجوا اذا ما شاء الله، حاجه زينه للبلاد الكره، ونشوف الكره الحديده بلي حاجه كما نقولوا حاجه نقيه حاجه بروبر. كاين هذا المتنفس الوحيد للشباب، نتمنوا يجوا يشوفوه ان شاء الله بحول الله ويرعاوا. دورات رياضيه جمعت الشباب والكبار، جلبت اهتمام وانظار مختلف الفئات العمريه، واصبحت متنفسهم الاول لتقضيه اوقات فراغهم. فضلوها لقضاء وقت وراحة النفس كذلك، والملاقاة نتاع الناس قاعدة تلاقى مع بعضها وتحيي الليالي الرمضانية مع بعضهم. نشكر بعد اللي درنا هاد الترنوا، والحمد لله اللي عندنا ستاد كيما هكا متنفس للجميع في سهرة رمضان، يجي صافي بليزير بعدك يلعب يتفرج يشوف هاد الكرة الحديدية تحت ضوء القمر وفي أجواء أخوية. يستمتع عشاق الكرة الصغيرة بسهرتهم الرمضانية. تعرف مناطق الظل بولاية غليزان إنجاز ملاعب جوارية وغابات رياضية لاستقبال الأطفال والمواهب الشابة، ما استحسنه المواطنون الذين يلحون على تواجد مثل هذه الفضاءات لاكتشاف مواهب جديدة والابتعاد عن كل الآفات الاجتماعية. عماري نهاري. مناطق الظل بولاية غليزان تعرف إنجاز ملاعب جوارية لاستقبال النشئة وأطفال هذه القرى المعزولة. أصبح مطلب الساكن في المناطق الريفية الآن هي الملعب الجوارية، ونحن كذلك نرافق هذا الطموح لسكاننا في المناطق الريفية اللي بهم نثبتوا شبيبة ونحفزوهم على مواصلة البقاء في هذه الأماكن. عندنا برنامج هام وطموح في سنة 2021، بالإضافة إلى ما تم زيارته من ملاعب جوارية سوف نواصل الجهد على الأقل بما هو متاح فيما يتعلق بإنجاز ملاعب جوارية على مستوى المناطق الريفية. ملاعب جوارية في كل منطقة على غرار سيدي خطاب يلل القلعة وغيرها استحسن لها المواطنون الذين يرون أن هذه الفضاءات الرياضية وسيلة لاكتشاف مواهب كروية مستقبلا والابتعاد عن الأفات. رانا نلعبوا لهنايا بارك الله في الميرت تاعنا تاع يلل هنايا، خدم لنا سطات رانا نلعبوا رانا نلهاو فيه الحمد لله مليحة. أنا نجو نترينو كل يوم خطرة نلعبوا لي ماتش. كل دوار اللي يقلعه ملاعب جواري، وعندنا الكثافة السكانية هنا في سيدي خطاب في الدواوير بكثرة. في هذه الحالة لازم البلدية تخصص لهم ملاعب جوارية باه التلاميذ من يدوا العطلة ولا أولاد الأماكن باه يلعبوا فيها وما يروحوش للتهلوكة. ملاعب جوارية بمقاييس معمول بها بهذه المداشر النائية ستمكن من خلق فضاء للترفيه والممارسة الرياضية. في أخبارنا الدولية، فشل نادي ريال مدريد في انتزاع صدارة البطولة الإسبانية بعد تعادله أمام ضيفه إشبيلية بهدفين في كل شبكة لحساب الجولة 35 من الليغا. أبناء الأندلس كانوا السباقين لافتتاح مجال التهديف عن طريق فرناندو في الدقيقة 22، ثم عدل أسينسيو النتيجة للريال في الدقيقة 67.
ليضيف راكيتيتش الهدف الثاني لإشبيليا عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 78 قبل أن يعدل إيدن هازارد للنادي الملكي في الدقيقة 4 من الوقت البدلي الضائع. تعادل يبقي الريال في المركز الثاني ب 75 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر أتلتيكو مدريد قبل 3 جولات عن نهاية البطولة. وفيما يلي نستمع لتصريحات مدربي الفريقين زين الدين زيدان وخولين لوبيتيغي بعد نهاية المباراة. لا أكون صريحا حقيقة لا أفهم. إذا كانت هناك لمسة يد لميليتاو فقد كانت هناك لمسة يد لإشبيليا قبلها. لهذا أنا لست مقتنعا ولكن الحكم اتخذ قراره وكان علينا التعامل مع الأمر. لدينا شعور إيجابي لأن نهاية المباراة كانت إيجابية. رأيت اللاعبين مركزين كليا طوال المباراة. كانوا يريدون الفوز ولهذا حقيقة لدينا شعور إيجابي. لكننا سنقاتل حتى النهاية. لا زال لدينا 3 مباريات. لو نلعب غدا فالفريق سيكون حاضرا للقتال. وكذلك لو نلعب الخميس ثم الأحد سنركز على هذه المباريات 3 الأخيرة. Que nosotros la vamos a luchar de todas formas. Faltan 3 partidos. Bueno, pues evidentemente perder 2 puntos en el último minuto siempre se te queda. مع الأسف خسرنا نقطتين في الدقيقة الأخيرة وهو أمر محبط بالنسبة لنا، خاصة أن الفريق عمل بجد اليوم. تحكمنا في مجريات اللعب خلال 45 دقيقة الأولى ولعبنا بشكل جيد واستطعنا استنزاف طاقتهم، وفي الشوط الثاني تمكنا من المضي قدما وهم أيضا فعلوا ذلك وحقيقة ضغطوا علينا. أردنا أن نكون الند للند مع ريال مدريد وكنا كذلك، لأننا نعلم أن ريال مدريد لا زال يقاتل من أجل اللقب. لهذا نحن فخورون. وفي إيطاليا قمة الجولة 35 من السيري أي حسمها آسي ميلان لصالحه بعد فوزه على مضيف جوفنتوس بثلاثية دون رد. تداول على تسجيلها كل من إبراهيم دياز في الدقيقة 45 ثم ريبيتش في الدقيقة 78 وتوموري في الدقيقة 82. مباراة عرفت مشاركة الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر كأساسي. وبهذا الفوز يرفع روسونيري رصيدهم إلى النقطة 72 في المركز الثاني مناصفة مع أتلانتا، فيما تجمد رصيد اليوفي عند النقطة 69 في المركز الخامس. وفي إنجلترا عاد مانشستر يونايتد بالنقاط 3 من أستون فيلا بعد فوزه ب3 أهداف لـ1 رغم أن أصحاب الأرض كانوا السباقين لافتتاح مجال التهديف بواسطة تراوري في الدقيقة 24، إلا أن الشياطين الحمر قلبوا النتيجة في الشوط الثاني بثلاثية تداول عليها فرنانديز في الدقيقة 52 ثم غرينوود في الدقيقة 56 وكافاني في الدقيقة 87 ليرفع الشياطين الحمر رصيدهم إلى النقطة 70 في المركز الثاني منقوصين من مباراة واحدة بفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي قبل 3 جولات عن نهاية البطولة. وبعيدا عن كرة القدم وفي الفورمولا 1 فاز حامل اللقب البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس بسباق جائزة إسبانيا الكبرى 3 محطات بطولة العالم هذا الموسم. هاملتون الذي انطلق في الصدارة أنهى السباق بتوقيت قدره ساعة و33 دقيقة و7 أجزاء و680 جزءا من الألف متقدما بفارق 15 ثانية و841 جزءا من الألف عن الهولندي ماكس فيرشتابن سائق ريد بول و26 ثانية و610 أجزاء من الألف عن زميله في الفريق الفنلندي بوتايس فاتيري. وعزز هاملتون صدارته في ترتيب السائقين ب 94 نقطة بفارق 14 نقطة عن فيرتشابن، كما رفع مرسيدس رصيده إلى 141 نقطة في صدارة الصانعين متبوعا بفريقي ريد بول ب 112 نقطة وماكلارين ب 65 نقطة. فوز هو 98 في مسيرة هاملتون والثالث هذا الموسم والسادس على حلبة برشلونة والخامس على التوالي.
توج الألماني ألكسندر زفيريف المرشح الخامس للقب ببطولة مدريد للتنس ذات الألف نقطة، وتعد هذه المرة الثانية التي يتوج فيها الألماني باللقب. أنيس مزيان معه أكثر تفاصيل. بطولة مدريد تبتسم للألمان مجددا، هكذا أرادها ألكسندر زفيريف رغم بدايته الصعبة أمام الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي تفوق عليه في أول مجموعة بنتيجة 6-7 قبل أن ينتفض المرشح الخامس عالميا ويعود محققا الفوز بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 6-3. تتويج هو الثاني لألكسندر بعدما حقق لقب بطولة أكابولكو المكسيكية في مارس الماضي ليرفع عدد ألقابه إلى 15 في مسيرته الاحترافية، متقدما في التصنيف العام لعمالقة كرة المضرب خاصة بعد الإطاحة بالمتادور الإسباني نادال المصنف الأول من الدور ربع النهائي لبطولة مدريد الإسبانية للماسترز ذات الألف نقطة. في انتظار بطولة رولان غاروس والتي تبدو أنها ستحمل في طياتها مفاجآت جديدة. نهاية الجولة الرياضية قدمناها لكم مباشرة من الجزائرية الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة والإصغاء، صحفتكم في أمان الله.